واقفين اليوم معنا باش يدعموا الرياضة التونسية بصفة عامة وخاصة الملاكمة الفرنسية اللي هي عطات برشا أبطال التونس، ويداد اليونسي، أحلام غريسات، عماد المثلوثي، برشا برشا ليستة كبيرة. نجم نقولوا احنا كجمعيات كهياكل كمجتمع مدني كل شيء يهمنا في تونس، حابوا نقفوا مع بلادنا العزيزة بالرياضة بالثقافة بالحضور. هذوما الوفد اللي جاء من أوروبا احنا نمنوا، وخاصة كما قلت انت بكري 20 مارس القادم مع بطل تونس معزف حيمة اللي هو معانا، باش تكون سهرية كبيرة في الساحل ان شاء الله ولا في القبة، مفاجأة كبرى ونجاح كبير دائما من أجل الشباب التونسي وخاصة الرياضة التونسية. مع السيد رئيس الجمعية التونسية الملكمة الفرنسية ان شاء الله نعودكم اما كيما عودتكم ديما نزل القاب، وان شاء الله نعملوا سهرة عالمية في تونس كيما عملت شامبيونات دافريك في مساكن، وتعديت نجحت نجاح كبير، وان شاء الله معنا تحضيرات اوكي رغم الاصابة. معنا كنتش نعمل شامبيونات دوروبا لو 26 نوفمبر، تضربت قبل بنهارين اوكي بريسك، وتوقعنا في الريديكاسيون ونداو ان شاء الله قاعد نفهم حاجة عالمية ان شاء الله نعمل شامبيونات موند في تونس لو 20 مارس، قاعدين نخدموا باش نهزوا راي تونس وباش نخدموا ونعاونوا تونس ونفو سياحة كل شيء رياضة، وديما ان شاء الله العلم تونس الفوق يرفرف فوق كل شيء ان شاء الله. تونس مكسب جديد للصغيرات التوانسة باش نأثروهم باش نعملوا مكادرمون.